ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وأنا بقول له يا رب النهاردة إليك أبكر. يمكن أنا واحد من الناس اللي صحيت من النوم ببص في الساعة كده، لقيت الساعة بتاعت الموبايل غير باقي ساعات البيت كله، فقلت أكيد أنا فيها حاجة غلط، يعني لدرجة أني فكرت أكلم حد أقول له الساعة كم عندك دلوقتي. إليك أبكر. يمكن أوقاتنا تكون مختلفة، لكن يمكن تحصل لك بعض الوقت عندنا، لكن لما بنيجي لمحضر ربنا، هو مهما تلخبطنا في الوقت، مهما كان فيه لخبطة، مهما جينا متأخر أو جينا بدري، هو بيستقبلنا بنفس الاشتياق. هو مستنينا بنفس الأشواق. إن كنت جاي محضر ربنا النهاردة وفاكر إن أنت بتشتاق لربنا، هو كمان بيشتاق لك. هي علاقة متبادلة بيننا وبينه، زي ما احنا على قلبنا قوي إن احنا نيجي محضره ونشوفه ونقعد معاه، هو كمان نفسه في العلاقة دي، نفسه في القعدة دي، نفسه في الحضور ده، نفسه يبقى موجود وسطينا، مشتاق يسمع مننا الكلمات دي. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. يا رب يا رب جاي لك في أرض نشفة ويابسة بلا ماء. يمكن دي تكون حالتي وحالتك النهاردة. الأرض بتاعتنا نشفة، جايين من العالم بنشفان، جايين من العالم بهموم ومشاكل وظروف ومتاعب بتخلينا مش عارفين ندخل محضر ربنا بنفس الأشواق الحقيقية. النهاردة يمكن محتاجين مية تيجي من عرش الآب على كل نشفان فينا. المية دي تبتدي تيجي على الأرض العطشانة وترويها. لو أنت النهاردة داخل محضر ربنا وحاسس أنه في نشفان، حاسس أنه لا، كنت المفروض حالتي تبقى غير كده، كنت المفروض أبقى مشتاق أكتر من كده، كنت المفروض أبقى عطشان أكتر من كده، ربنا عارف حالتنا، ربنا عارف أشواقنا، عارف احتياجاتنا، ربنا مستنينا بالحالة بتاعتنا دي نكون بنيجي قدامه عشان يروي كل عطش ويجي على كل نشفان، زي ما قال الكتاب أنه يجي على الأرض اليابسة، يجي يفجر ينابيع مياه. أمين. أول كلمات هنبتدي بها النهاردة بتقول يا رب أدخل لقدسك، أترجى وجهك طالبا حضور روحك. لو أنت النهاردة مش عارف تطلب، تعال النهاردة أقول له يا روح الله القدوس، تعال على النشفان اللي في حياتي، تعال على حالة الأرض بتاعتي اللي أنا داخل بيها النهاردة، تعالى بمية جديدة، تعالى بارتواء جديد. الآن سلطان الله لنا حياة، النهاردة أنهار مياه. كم واحد النهاردة يصدق إنه الحالة اللي داخل بيها ربنا قادر إنه يشتغل، وربنا قادر إنه يروي كل عطش وكل نشفان في أرضه؟ تصدق في الكلام ده؟ ده مش كلام مكتوب لمجرد ان احنا نقراه في بداية اجتماع، لكن دي حياة، حياة بتتعايش في كل يوم. بصدق انه ارضي محتاجة المية جديدة، الله عنده المية دي، في مية نازلة من عرش الآب عشان كل نشفان في حياتنا، مش بس وقت حضور الاجتماع، لكن في حياتنا كل احتياج جوانا لارتواء، كل عطش جوانا لارتواء، في مية جديدة.
أمين. النهارده داخل ومحتاج لشفاء، محتاج للمسة، محتاج لحاجة مختلفة من ربنا النهارده، محتاج للمسة من هود بسوبه النهارده. لو انت داخل بمرض، بتعب، بألم، هو النهارده عايز يمد ايده بالشفاء، هو النهارده عايز في محضره يلمسك لمسة شفاء. من فضلك ما تترددش انك تطلب منه شفاء. قول له يا رب انا داخل محضرك وانا محتاج للمسة منك النهاردة. الآن سلطان الله لنا شفاء من يدك، الآن أنهار مياه لنا حياة بروحك. رب بشكرك لأنه كل المحتاجين إلى شفاء يا رسيد أنت مدت ايدك وشفتهم. كل اللي بيطلبوا الشفاء انت بتتحنن عليهم، انت بتشفي اوجاعهم، انت بتشفي كل انطراح في حياتهم، كل احساس كل احساس يا رب بعدم القدره جواهم. انت قادر انك تعطي المعيا قدره والعديم القوه تكسر شده النهارده. يا رب كلنا جايين إليك يا سيد بنبكر، كلنا جايين وعارفين إنه احتياجنا هو عندك، طلبتنا أنت مصدرها، طلبتنا يا رب أنت تسددها، وأنت سيد أنت اللي قادر إنك تتعامل مع قلوبنا النهاردة بشكل كل واحد على حدة بشكل مختلف. خلينا نقول له مع بعض: أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء أيها الرب الإله. تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نتشجع ونقف ونقول الكلمات المحفوظة لينا دي.
أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. أيها الرب الإله، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. أيها الرب الإله، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يشدو لك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماك. كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يشدو لك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماك. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الوثيق قد فكت يدا. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الموثوق قد فكت يدا. أنت نهر سيدي يسمو مدى، طهرا ذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت نهر سيدي يسمو مدى، طهرا ذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني. أيها القدوس يا رب الحياة. خلونا كمان وإحنا واقفين تعالوا نقول له الكلمات دي مع بعض. أنت اللحن اللي بغنيه، هايم في كلامه معني، نبضه في قلبي وعايش بيه، هفضل عمري الجاي أحكيه. أنت غناية وسر غناية، والترنيمة والتسبيحة اللي أنا برنمها في كل يوم. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الأنغام حبك يا يسوع. انت اللحن اللي بغني، هايم في كلامه معاني، نبض في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكي. انت اللحن اللي بغني، هايم في كلامه معاني، نبض في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكي. انت غنايا وسر غنايا، والتسبيح اللي اهتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، ولذة عمري وعمري دفيه.
انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي تفدي شهوة قلبي وقلبي سمايا لذت عمري وعمري دفي لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالا شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه أنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وفكر فيه واسمع صوته بملا كياني ده اللحن اللي أنا عايش بيه بنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وفكر فيه واسمع صوته بملا كياني ده اللحن اللي أنا عايش بيه لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع يا رب بنشكرك لأنه أنت لحن الألحان أنت الترنيمة اللي بنرنمها يا سيد أشكرك لأنه عطش الروح عطش الروح يا رب النهاردة بنادي عليك ساكن فيا يا سيد وساكن فيك أشكرك أشكرك لأنه كل عطش جوانا في مية من عندك تروي أشكرك لأنه ما فيش عطش بعيد عنك يا سيد أنت ينبوع المياه الحية أشكرك سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها يمكن كاتب الكلمات دي عايش في قصة حب مع الإله ده يمكن بيوصف شكل العلاقة دي بيوصف الكلمات دي لوحة مرسومة من حبيب لحبيبته النفس تهيم بك شوقا أنت مناها قد ايه عايز يقول انه نفسي العطشانة دي نفسي التعبانة دي انت مناها انت امنيتها انت طلبتها انت الحاجة اللي بتدور عليها يا رب لما بقرب منك حياتي المهزومة بتلاقي غلبة بتلاقي انتصار الهي انت احمدك يا رب انت الاغنية اللي انا بغنيها انت اللي تستاهل الحمد انت اللي تستاهل ان انا في كل يوم يبقى
بيفيض من قلبي تسبيح لجلالك. أمين. تعالوا نقول الكلمات دي مع بعض. لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة وازداد. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة وازداد. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشدو لك. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشدو لك. أدعوك تعال، ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعال، ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشدو لك. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشدو لك. أنت اللحن اللي بغنيه، مش بس كده كمان، لكن أنت يا رب اللي بتدي الأغنية. أوقات كتير ببقى مش عارف أرنم، أوقات كتير بحس إنه زي ما قال كاتب المزمور، اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. فاكرين زمان موسى طلب من فرعون، انه قال له اطلق شعبي عشان يعملوا ايه؟ عشان يعبدوني. غالبا اوقات كتير لما بنبقى تحت ضغط، تحت، مش عايز اقول يعني، اكيد كل يوم بنعيش في ضغط وفي ستريس وفي تعب، وفي اكيد العالم اللي احنا عايشين فيه مش مريح لاقصى درجه يعني، لكن عارفين في وسط التوهة دي، في وسط ما أنا بحس إن أنا مش قادر، ربنا بيبعت مرات كتير أغنية كده، بيجي زي ما بيقول إنه مؤتي الأغاني في الليالي. حتى لو كنت حاسس إنه الليل طويل، حتى لو كنت حاسس إنه في تعب كتير وفي إحساس بإنه أنا مش قادر، لكن عارفين إنه أوقات كتير ربنا بيجي في وسط الليل الطويل ده، وسط كم الضغط والاسترس والتعب اللي احنا بنبقى فيه، بيجي بيبعت أغنية. كم واحد جرب الكلام ده؟ كم واحد جرب انه في الوقت اللي هو مش قادر، في الوقت اللي حاسس انه مفيش قوة، مفيش باور جواه، مفيش إحساس انه قادر يعمل حاجة، ربنا يبعت
يبعت أغنية جواه تقومه، وكأنه بيبعت أكلة زي اللي حصل مع إيليا زمان، أنه ربنا بعت له حاجة تخليه يكمل، تخليه يقدر يقوم ويكمل. كلمات ترنيمة جاية بتقول له: يا مؤتي الأغاني في الليالي، يا ضامن سلامي، يا يسوع رعايا. وقت الصعب هرنم فيه، فرحي ده قوة وليه أدريه. أمين. تعالوا نقف مع بعض ونقول الكلمة. Thank you.
أشكرك لأنه إن طال الليل بظلامه الفجر لابد يعود ويجيني إلهي بسلامه ويقول لي إن أنا موجود. أشكرك يا رب لأنك مؤتي الأغاني في الليالي. أشكرك لأنه أنت يا رب صاحب الأغنية، أنت يا رب كاتب الأغنية، أنت يا رب اللي ملحن الأغنية اللي في حياتنا. أشكرك لأنه مهما كان شكل الحياة، مهما كان الصعب، مهما كان الألم والتعب، مهما كان اللي بنمر بيه ونعدي بيه، أشكرك لأنه الله في وسطها فلا تتزعزع. ليك كل المجد. أشكرك لأجل تسبيحتنا وترنيمتنا. أشكرك لأنه أنت عارف أشواق قلوبنا وعطش قلوبنا. أنت وحدك اللي قادر أنك تيجي بمية حية، مية تنبع لحياة أبدية. يا رب بصلي لأجل الكلمة والمتكلم، بصلي أنك تفتح فتشبع كل حي رضا. ليك كل المجد. أمين. هللويا. انا عايز كل واحد يسقف لنفسه النهارده، هقول لكم ليه. بس من فضلك كل واحد يسقف لنفسه النهارده، لانه وانا حاسس وانا قاعد برنم انه في رغبه جوه قلب كل واحد فيكم بيرنم من قلبه. فالترنيم انا كده يعني اغلب الاوقات الترنيم بياخدك من قدام لورا كده، بس المره دي انا كنت حاسس ان الترنيم واخدني من ورا لقدام، وده حلو. كنيستنا كنيسه بتحب الرب، عشان كده بتسبح له. نشكر رب لأجل وجوده في وسطنا، بشكر رب لأجل التسبيح والترنيم والإخوة اللي رب يستخدمهم في وسطينا. عايز كمان أرحب أختي أنا وأختي نياري، جابولنا ضيف حلو من كندا، عايز أرحب بيك، أهلا وسهلا بحضرتك. هنبدأ بمزمور 86، بس نفسي أن يكون في حد حفظ النهاردة. الأسبوع الماضي كانت دكتورة إيناس سمعت لنا الجزء بتاع مزمور 86 من عدد 6 لعدد 10. حد نفسه النهاردة يشجعنا برضو ولا لسه محدش حفظ؟ حد يقدر؟ مزمور 86 من عدد 6 لعشرة، حد حفظ؟ حتى لو أنا ساعده شوية. أخت أنا أنت بتقولي ممكن؟ ما تعرفيش إن إحنا بن... أوكي. طيب خلونا نقرأ مع بعضينا، فعلا احنا متعودين ان احنا نقرأ مع بعضينا. مزمور 86 من عدد 6 لعدد 10 بيقول: اصغي يا رب الى صلاتي وانصت. لا مش انا اللي هقرأ، انتوا معايا. اصغي يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعاتي، في يوم ضيقي ادعوك لانك تستجيب لي، لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك. عظيم أنت وصانع أنت الله. آمين. هبدأ بس ببعض الإعلانات البسيطة قبل ما أبدأ كلمة الرب. بشكر رب لأجل الإخوة اللي بيشاركونا بكروت الصلاة. أشجعكم إنه اللي عنده طلبة صلاة يكتبها في كروت الصلاة وإحنا نحطها هنا، وكلنا ككنيسة نصلي لأجل طلبات الصلاة الموجودة. عندنا كمان طلبة صلاة ملحة شوية. أخونا وديع الأسبوع الماضي في المستشفى وما زال في المستشفى محتاج صلاة، هو الرجل طلب صلاة الكنيسة. أرجو إن إحنا النهاردة وإحنا بنصلي نصلي لأجله بشكل شخصي. نص كل واحد يذكر اسمه ويقول له يا رب أنا بذكر ابنك وديع عشان تمدي إيدك لي. أمين. الايام اللي جايه يا حبايبي هتكون ايام مباركه. عايز احط بس قدامكم البلان بتاع الصيف، عشان واحنا بنعمل السكادجول بيروحوا هنا بيجوا هنا يبقوا واخدين بالهم من الاوقات. الشهر ده هيكون معنا مرنم حلو كلنا بنحبه اسمه الاخ صامو اللطيف، هيكون بنعمه رب موجود يوم الاحد
24/3 وبالمناسبة ده هللويا، وده هيكون بنعمة الرب حد الزعف، يعني هيبقى يوم مميز. الحد اللي بعده هيكون حد مميز كمان لأنه هيكون احتفالنا بعيد القيامة المجيد. شهر 6 هيكون في منتهى الامتياز لأنه هيبدأ بوجود الأخ نصف صبحي في وسطينا بحسب الاتفاق معه. طبعا لو في حاجة غيرت هقول لكم، بس أول أسبوع هيكون موجود في وسطينا الأخ نصف صبحي. طبعا كلنا بنحب الأخ نصف وبننتظر الوقت اللي يكون موجود فيه. لأول مرة الأسبوع الثالث على ما أعتقد، هديكم الأوقات بالضبط. الثاني هيكون 14/15/16 هيكون عندنا خدمة أول مرة تكون موجودة هنا في هيوستن، وهي خدمة الطبيب العظيم. خدمة الطبيب العظيم ضمن الخدمات المميزة الحقيقة في كندا وفي أمريكا في كل الولايات وفي مصر. أول مرة تكون موجودة خدمة الطبيب العظيم هتكون موجودة معانا هنا في هيوستن في الكنيسة المسيحية العربية في شهر 6 في الأسبوع الثاني. دكتور زكريا استاورو الأخ سعيد رمضان هيكونوا معانا. هيكون وقت مميز هنرتب ليه بنعمة الرب، يمكن يكون 3 أيام هيكونوا مميزين ومختلفين. أمين. شهر 5 عندنا احتمال لوجود الدكتور حليم حسب الله، يعني ما زلت على التواصل معاه. هو متشوق أن يجي لكن لسه السكاجول بتاعه مش أكيد، لكن احتمال يكون موجود في وسطينا. ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان اللي هيسافر يحاول يعمل إيه؟ يأجست همسل. لأنه السنة اللي عدت كتير قالوا لي ليه يا أسيس، طب أنت مرنه كارف الخادم، طب إحنا مسافرين. المرة دي مفيش عذر إلا أن أنا قلت لكم فرنت. أمين. هل أستاذينكم نوقف بكل نشاط كده؟ أنا مبسوط أن أنتم بتضحكوا ومتفاعلين، لأنه على فكرة الخادم لما بيلاقي اللي قدامه بيتفاعلوا معاه ده بيبقى شيء إيجابي، شيء صحي في الخدمة. هنقرأ بنعمة الرب، ما زلنا بنقرأ من كلمات ذهبية من سفر العبرانيين. سفر العبرانيين أصح 11، وهقرأ مع حضراتكم من عدد 23. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبقار. أنا شايفكم متشجعين للجزء ده، وفي الغالب بعد مزمور 86 هنحفظ عبرانيين 11 في الغالب هنعمل كده. مين يقول أمين؟ أمين في اسم يسوع. اتفضلوا حضراتكم وخلونا نبدأ بالصلاة مع بعضينا. عندنا طلبات صلاة زي ما شاركت حضراتكم في كروت الصلاة هنا، في طلبات صلاة ناس محتاجة للصلاة. مش محتاجة أنا أقول إيه اللي في كروت الصلاة لأن الرب يعرف صح، ومحتاجين كمان أن احنا نصلي لأجل أخونا وديع. مين يصلي معايا؟ مين يرفع قلبه للرب بداية الكلمة؟ يا رب احنا فعلا محتاجين أنك أنت تتدخل في أمور حياتنا. كل واحد موجود في كارت الصلاة هنا محتاج لنعمة ربنا، محتاج لإيد ربنا، وإيد ربنا بتمتد ليك، إيد ربنا بتمتد للناس دي لما احنا بنصلي لأجلهم. هل يا أحبائي ككنيسة نقفل قلبنا عنهم ولا نصلي لأجلهم؟ إيه الاختيار بتاعنا؟ لو كان اختيارنا أن احنا نصلي، غمض عينك وارفع قلبك وقول يا رب أنا بطلب لأجل المحتاجين ولأجل المرضى ولأجل المتعبين ولأجل يا رب احتياجات شعبك. كل شخص عنده رجاء فيك يا رب احنا بنحطه بين ايديك. نعم يا رب انت اله الرجاء، انت اله المعونة، انت الاله المحب، انت اله العطايا السماوية. بيجوا قدامك يا رب باحتياجات اولادك واحتياجات شعبك، بنقول لك يا رب اتحنن على كل واحد مريض وعلى كل واحد محتاج وعلى كل واحد عنده مشكلة. بنحط كل واحد موجود في كروت الصلاة دي وبنصلي ليه صلاة خاصة في اسم يسوع المسيح. ككنيسة بنرفع أصواتنا وقلوبنا ليك يا رب وبنقول لك المس ابنك وديع يا رب. بنحطه قدامك، هو في المستشفى لكن هو محتاج ليك انت، محتاج ليك انت. كل أمر صعب على الدكاترة، كل أمر صعب على الناس سهل عليك. نعم يا رب بنحطه بين ايديك ونصب في أنك تصنع معه أمور من عندك أنت
في اسم يسوع، في اسم يسوع تستجيب لنا. آمين آمين. حبائي، موضوع سفر العبرانيين أصحاح 11، حد يعرف إيه موضوعه؟ الإيمان. عشان كده بكلنا كمؤمنين ودارسين لكلمة الله والمهتمين بكلمة الله بيهتموا بالجزء ده من كلمة ربنا جدا، لأنه موضوع الإيمان هو موضوع مهم وحيوي في حياتنا كمؤمنين جميعا. والدليل على كده أقدر أقول أكتر من دليل، لكن في سفر العبرانيين أصح 11 اللي احنا بنقرأ فيه وعدد 6 بيقول أنه بدون إيمان لا يمكن إيه؟ إرضاء الله. يعني لو عملنا كل شيء، لو خدمنا في كل شيء، لو قدمنا كل شيء بدون إيمان، يصبح إيماننا أو يصبح عبادتنا ناقصة، الله مش بيكون راضي عنها. بولس الرسول كمان قال بعد مهم عن الإيمان في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13 عدد 13، قال إن الإيمان هو واحد من أهم الفضائل المسيحية، وهو بيقول أما الآن فيثبت إيه؟ الإيمان والرجاء والمحبة. يعني أهم ثلاث فضائل في الإيمان المسيحي هما إيه؟ الإيمان والرجاء والمحبة. خدوا بالكم، الإيمان هو الوسيلة اللي ممكن المؤمن يحيا بيها، صح؟ ده الكلام اللي قاله سفر العبرانيين أصحاح 10، أما البار فإيه؟ بالإيمان يحيا. مظبوط. خدوا بالكم، الحقائق الأساسية في الإيمان المسيحي: الخلاص، التبرير، إن إحنا ننجو من الدينونة. كل هذه الأمور مش ممكن نحصل عليها غير بالإيمان. في سياق الأمور أو الجو الروحي اللي الله بيقودنا فيه، عظيم وصانع عجائب، عارفين إننا بالإيمان نقدر نعمل المستحيل. تخيلوا، بالإيمان نقدر نعمل، حد يقول معي نعمل إيه؟ المستحيل. هل الكلام ده هو كلام مش كتابي؟ اسمع معايا كلام مرقس 9:23، كل شيء مستطاع لإيه؟ للمؤمن، مش لله. كل شيء مستطاع لإيه؟ للمؤمن. الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن إيمان واحد حلو اسمه موسى، بشكر رب ان انتوا فاكرين. وموسى حبائي شفنا في إيمانه انه استطاع بالإيمان ان ياخد قرارات صعبة، قرارات مصيرية في حياته بالإيمان. قدر بالإيمان ان يشوف حقيقة مجد هذا العالم الباطل، الناس كلها بتموت نفسها عليه، وساب مجد العالم وداس عليه بالإيمان. ولأنه قدر بالإيمان أن يدوس على مجد العالم، حصل على امتيازات غير عادية في حياته. ولو تفتكروا قلت لكم أنه هتكلم في عدد 23، العدد اللي احنا قريناه النهاردة، وحاول بنعمة الرب أن أنا أرمطه بعدد 27، لكن الوقت ما كفاش. النهاردة بنعمة الرب عظتنا هتكون في العددين دول، عدد 23 وهربطه بنعمة الرب بعدد 27، ويمكن نروح لعدد 28 أو نسيبه حسب الوقت بتاعنا. الإيمان اللي جه في عدد 23 لو قريناه مع بعض، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهم رأي الصبي جميلا ولم يخشي أمر الملك. وأسألكم سؤال حلو وأنتوا شطار، هنا الكتاب بيكلمنا عن أي إيمان؟ هل بيكلمنا عن إيمان موسى ولا إيمان أبو موسى وأم موسى؟ من موافق أن الآية دي بتكلمنا عن إيمان أبو موسى وأم موسى؟ كلنا؟ مظبوط. لأنه البعض مرات بيتلخبط بيقول بالإيمان موسى فيفكر ده إيمان مين؟ ده إيمان موسى. لكن ده إيمان أبو موسى وأم موسى. يا ترى إيه الملخص بتاع إيمان موسى، إيمان أبو موسى وأم موسى هنا؟ حد يقدر يقول لي ايه ملخص ايمانهم؟ يلا يا اخي، هنا انت متعود كده تقول لنا حاجه، ركز. لا هتقدر، انا حابب عشان كده بشجعك. بيقول بالايمان موسى بعدما ولد اخفاها ابواه 3 أشهر لانهم راي الصبي جميلا ولم يخشى امر الملك. ايه معالم الايمان او ملخص ايمانهم هنا؟
حلو. الجزء الثاني زي ما بتقول فعلا زي ما بتقولي انه لم يخشيا امر الملك. ايه تاني؟ الجزء الاول من الايه اخفاه ابواه ايه؟ يعني عمل الايمان بتاع ابوي موسى عملوا ايه؟ خدوه وعملوا ايه؟ وخبوه 3 أشهر. الموضوع ده عشان نقدر نستفيد منه وناخد درس روحي منه لازم نرجع مع بعض لسفر الخروج اصحاح 1 وأصحاح 2. واعتقد القصه كلنا عارفينها انه بعد ما مات يوسف شعب الله كانوا موجودين في ارض مصر. وبعد ما مات يوسف جه فرعون على مصر ما كانش يعرف يوسف وشاف انه شعب الله في نمو في زياده، شعب الله بيزدهر اكتر. فرعون مصر فكر انه يذل الشعب ده فكتر عليهم الاحمال والضغوط، كتر عليهم الشغل زي ما كنا بنسمع في التعليقات مرات العالم وابليس بيعمل عليه، يزود عليك الضغط ويزود عليك المشاكل ويزود عليك الاتعاب بتاعته. فرعون هنا حب يعمل مع شعب الله نفس الكلام. بس يمكن الامر الحلو وهو بعيد عن الوعظه بتاعتنا بس حابب ان انا اشارك بيها لانها في نفس اتجاه التعليقات، انه الكتاب بيقول لنا في سفر الخروج اصحاح 1 عدد 12 ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. الخبر الحلو ليك النهارده انه لو ابليس بيحاول يحط عليك ضغوط اكتر، لو ابليس احبائي بيحاول بيحط عليك اتعاب اكتر، بيحاول يحط على كنيسته اتعاب اكتر، ده دليل على حاجه واحده بس، انه الله عايزك تزدهر وتنمو اكتر. خد بالك ابليس ابدا ما بيبقاش مبسوط لما يشوف اولاده بيزيدوا، لما يشوف اولاده بينمو، لما يشوف كنيسته بتزدهر، لما يشوف كنيسته بتبقى افضل بيعمل ايه؟ بيحاول يحط احمال واتعاب. بس النهارده وعد الرب ليا وليك قبل ما ادخل في كلامي عن ايمان ابو موسى وام موسى انه الله لا يسمح لابليس ابدا، لكن بقدر ضغط ابليس انت ممكن وكنيسه الله ممكن تزدهر اكتر واكتر. بصوا الاجواء اللي اتولد فيها موسى كانت اجواء صعبه جدا. ليه؟ لانه فرعون ما اكتفاش بانه يثقل على الشعب. عارفين عمل ايه؟ حد يعرف فرعون عمل ايه؟ حد هيرد عليا اكيد. فرعون عمل ايه عشان يذل الشعب اكتر او يوقف نموهم؟ قول يا خير ايه؟ كويس، التشجيع نفع. اتفضل. ايه تاني؟ اتفضل. موت. مظبوط مظبوط، شكرا يا خان. يبقى كده لخاني فئه خلاص. فرعون الخطوه الاولى طلب من القابلتين اللي هم مسؤولين عن ولاده العبرانيات انه اول ما يتولد اي اب لو كان ذكر يعملوا ايه؟ يقتلوه. لكن شفره وفوعه لانهم كانوا بيخافوا الله ما عملوش كده. فرعون لما اكتشف الامر يمكن متاخر بعد ما اتولدوا بعض الاطفال، عارفين عمل ايه؟ راح عمل فرمان او امر قال ان كل طفل ترموه فين؟ في النهر. حد يفتكر مش برضو ممكن نربط الكلام ده باللي حصل مع الرب يسوع المسيح؟ فاكرين هيرودس عمل ايه؟ نعمل نفس الكلام، قتل اطفال بيت لحم، كان عايز يخلص من مين؟ من الرب يسوع المسيح. وعايز النهاردة ده الدرس اللي عايز أوصله ليكم من إيمان أبو موسى وأم موسى، بس هنفهمه في النهاية. ركزوا معايا في الحتة دي لأن عايز أوصل لحتة معينة. أبو موسى وأم موسى كان بالنسبة لهم على ما أعتقد أن ده ضغط جديد عليهم، لأن تخيلوا أم حامل في طفل الابن محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، مفيش ضغط أكتر من كده، مفيش خوف اكتر من كده انه ابن محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. بس ام موسى وابو موسى لما اتولد موسى الايمان نور في قلوبهم باتجاه تاني، قالوا ان الواد ده
مش للموت، وانه هذا الطفل هو المنقذ لكل شعب اسرائيل. ايه الدليل؟ ما لازم يكون عندنا دليل. شوفوا احنا قلنا دايما ان روعه الايمان انه مش بيكون مشاعر او تخيلات شخصيه، لكن بتكون نور في القلب مبني على كلمه الله. هل ابو موسى وام موسى لما فكروا بالطريقه دي كان نور في قلبهم؟ اقدر اقول ايوه. ليه؟ اديكم دليل تاريخي ودليل كتابي. تاريخيا وكتابيا، تاريخيا وكتابيا، موسى اتولد في الجيل الرابع للناس اللي اتولدوا في مصر. اتولد في الجيل الرابع اللي اتولدوا في مصر، وده بيرجعنا لوعد الله لإبرام في تكوين 15 من عدد 13 ل 16. كلام الرب لإبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون، برافو يا خيان، سيكون إيه؟ غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيزلونهم 400 سنة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هناك. خروج 12:40 قال الكلام بكل وضوح، قال: وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 40 سنة، 400 سنة و 430 سنة في التوتال. الفكرة اللي أنا عايز أتعلمها من إيمان أبو موسى وأم موسى إنهم قدروا بالإيمان اعتماداً على وعود ربنا إنهم يشوفوا إن موسى ده مش للموت لكن للحياة ولإنقاذ شعب الله ولخلاص شعب الله وخلاص الشعب دوا. والفكرة اللي ليا وليك إنه بالإيمان نقدر نفسد وندمر مخططات إبليس اللي بيحاول إن هو يعملها تجاه حياتنا وتجاه أولادنا وتجاه بلدنا وتجاه كنيستنا. أحبائي، الخبر اللي مش كويس إنه إبليس بيخطط لحياته وحياتك، خد بالك. إبليس زي ما احنا، زي ما انتوا كنتوا بتشاركوا معايا من الخروج، من التكوين، من الخروج لحد ما جه المسيح، وهو بيرتب خططه عشان يقتل. ويقتل مين؟ يقتل كل شخص ليه دور كبير في حياة شعب الله وفي حياة كنيسة الله. إبليس هنا كان بيستخدم فرعون علشان يعمل إيه؟ يقتل المخلص، المنقذ لشعب الله. سواء كان فرعون فاهم أو مش فاهم، لكن كانت الرغبة إن موسى يتقتل. بس أم موسى وأبو موسى قدروا بالإيمان يفشلوا مخططات إبليس. الإعلان الحلو ليا وليك، أنا وإنت بالإيمان نقدر نفسد مخططات إبليس لحياتنا، نفسد مخططات إبليس تجاه كنيستنا، نفسد مخططات إبليس تجاه البلد اللي احنا بنعيش فيها. عايز أسألكوا أحبائي، كم خطط إبليس بيعملها تجاه هذه البلد اللي احنا بنعيش فيها اللي اتبنت على مبادئ مسيحية عشان يعمل ايه؟ يفكك الإيمان فيها. قد ايه؟ كتير جدا جدا. بس وعد الله لينا ان ككنيسة وكمؤمنين لو عشنا بالإيمان نقدر نغلب مخططات إبليس. مين يقول معي أمين؟ أمين في اسم يسوع. دي الفكرة الأولى من إيمان أبو موسى وأم موسى. الفكرة الثانية إنه عمل الإيمان بتاعهم زي ما قلت من شوية، إنه هم مسكوا موسى وعملوا إيه؟ وخبوه 3 شهور. هل تعتقدوا ده عمل عظيم كبير؟ مش كبير. يعني لو حاولت أقارن إيمان إبراهيم وهو بيقدم ابنه واللي عملوه أبو موسى وأم موسى، أعتقد الفرق كبير في عمل الإيمان، فرق كبير قوي. بس دي حاجة تشجعني وتشجعك إنه أي عمل للإيمان مهما كان صغير مهما كان بسيط الله بيقدره. الله بيقدر إيماننا البسيط. اوعى في يوم من الأيام تقول أنا مش ممكن أكون زي إبراهيم، أنا مش ممكن أكون زي موسى، أنا مش ممكن. لو كان إيمانك مهما كان بسيط، صدقني مهما كان إيمانك بسيط أنت تقدر تعيش بالإيمان، والله بيقدر إيمانك. عارفين ليه الرب
ليه الكتاب ذكر لنا أبطال الإيمان؟ حد يعرف؟ هل عشان بس يعني نفرح بيهم وننادي بيهم ونوعظ عنهم؟ هل تعتقدوا كده؟ ليه؟ عشان نتشجع بيهم. عارفين ليه؟ لأنه أعطوهم لنا نماذج عشان إحنا نكون إيه؟ زيهم. أحبائي كنيسة المسيح، الله عايز يصنع منا في هذه الأيام أبطال في الإيمان. مين معايا أمين؟ أنا عايز أكون بطل في الإيمان. مش كلام نغني بيه ولا كلام نوعظ بيه. ممكن تكون بطل الإيمان، يمكن في حاجة بسيطة بس مقدرة عند الله تتكتب لك في السجل الإلهي زي ما اتكتبت لأبو موسى وأم موسى. الأمر الثاني، وده اللي أنا بنعمة الرب هربطه ما بين عدد 23 وعدد 27، إنه الكتاب هنا قال ولم يخشيا إيه؟ أمر الملك. عدد 27 بيقول عن موسى بالإيمان ترك مصر إيه؟ غير من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى ما لا. هما الاثنين كانوا إيه؟ مش خايفين، وهما الاثنين كان قدامهم مخاوف صعبة. إيه نوع المخاوف اللي بتقابلهم؟ ملك بجبروت كبير يقدر يدمر حياتهم وحياة شعبهم كلهم، بس بالإيمان قدروا يغلبوا الخوف من الملك، سواء في حياة أبوي موسى أو في حياة موسى. وأقدر أخد ملحوظة بسيطة وأدخل بعد كده في التأمل، إنه خد بالك الخوف وعدم الخوف بيتنقل للأجيال بتاعتك، بيتنقل للأجيال بتاعتك. خد بالك من الملحوظة دي كويس، إن قدرت بالإيمان تغلب خوفك، ولادك ممكن يغلبوا الخوف بتاعهم. بدل ما تخاف على أولادك، كن أنت بالإيمان جريء، وجرأتك بالإيمان هتتنقل لأولادك. لأنه موسى هنا اتنقلت جراءة أبوه وأمه ليه، وهم الاثنين كانوا في نفس الموقف أمام فرعون، لكن بالإيمان ترك مصر غير خائف من الملك. وهنا لازم نقف شوية ونفهم، هل في علاقة ما بين الخوف والإيمان؟ هل في علاقة ما بين الخوف والإيمان؟ وهي طبيعة العلاقة دي؟ حد يقدر يقول لي حاجة ولا أنا أقول لكم عشان نوفر الوقت؟ أقول أنا على طول؟ طيب بصوا، الرب يسوع المسيح علم كتير عن الموضوع ده. الرب يسوع المسيح أحلى تعاليم هي تعاليم الرب يسوع المسيح، علم كتير عن موضوع الخوف والإيمان. أشهرهم كان في مرقس 4، قصة شهيرة يعني مش أحكيها كلها، بس أخذ منها بعض الأجزاء عشان أوضح الفكرة. عارفين أنتوا الرب يسوع المسيح في مرقس 4 كانوا في يوم خدمة طويل 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 ومتعب جدا، وبعد الخدمة ما خلصت الرب يسوع المسيح قال لتلاميذه هلم لنجتاز إلى العبر. حد فاكر القصة دي ولا أحكيها كلها؟ حد فاكرها؟ مش فاكرينها؟ أوكي طيب، يبقى لازم نحكيها. الرب يسوع المسيح بعد يوم خدمة طويل قال للتلاميذ بتاعه، التلاميذ احنا لازم نجتاز للعبر. نزلوا السفينة، وبعدين الرب يسوع المسيح راح نام في مؤخرة السفينة. دلوقتي عرفتوها اكيد، نام في مؤخرة السفينة. وبعدين لما نام في مؤخرة السفينة بيقول الكتاب ان حدث نوء ريح عظيم، فالتلاميذ عملوا ايه؟ حاولوا بكل امكانياتهم بس خافوا. وبعدين لما خافوا راحوا للرب يسوع المسيح، قالوا له الكلام اللي هنسمع عنه بعد شوية، أما يهمك إننا نهلك؟ قالوا له كلام كتير قوي. قام الرب يسوع المسيح قال لهم الكلام ده، وعشان ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان نفهم العلاقة ما بين الإيمان والخوف. قال لهم في مرقس 44، قال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ يعني الرب يسوع المسيح هنا كان بيعلم إيه؟ إنه يا الخوف يا الإيمان. برافو عليك، يا الإيمان يا الخوف. ما ينفعش تجمع ما بين الاثنين. لو في قلبك إيمان الخوف يروح، ولو في خوف في قلبك الإيمان أكيد مش موجود. متى 8:26 تعليم الرب يسوع المسيح برضو قال كده، فقال لهم ما بالكم خائفين
يا قليلي الإيمان. زي ما كنا بنقول أحبائي، السلاح اللي ممكن يغلب الخوف هو الإيمان. أفسس 6:16 بيقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. بص خد بالك، إذا امتلك الإيمان قلبك يطرد الخوف، وإذا مال الخوف قلبك اتعطل الإيمان. ده مبدأ مهم لازم نعرفه ونتعلمه. الدرس النهاردة اللي ربنا عايز يعلمه لنا أنه لو كان قدامك مخاوف، ولو في واحد في المكان ده قدامي قال لي أنا ما عنديش حاجة خايف منها، أقول له أنت مش إنسان طبيعي. أحبائي العالم يمتلئ بالمخاوف في هذه الأيام، وأنا مش عارف أنت خايف من إيه. ناس كتيرة بتخاف من الموت، ناس بتخاف من الأمراض، ناس خايفة من المستقبل، ناس خايفة من الاحتياجات. شفت ناس خايفة أحبائي أنهم يفقدوا أعمالهم، شفت ناس خوف، خوف في قلب الإنسان. بس العلاج والدواء للخوف النهاردة اللي ربنا عايزه حطه بين إيدينا هو الإيمان. بالإيمان نقدر نعيش بدون خوف بالرغم من وجود المخاوف. خدوا بالكم مرات بنصلي صلوات خطأ، بنقول له يا رب شيل المخاوف. ربنا مش بيشيل المخاوف. ربنا ما شالش فرعون من أمام موسى ولا أبوي موسى. ربنا ما شالش القرار، لكن ربنا عطى إيمان لموسى وأبوي موسى. عشان كده النهاردة أقول له يا رب أنا قدامي أمور كتيرة بتخوف، أيوة في حاجات كتيرة في الدنيا دي بتخوف، أيوة، بس أنا إيماني فيك يخليني في سلام وفي هدوء وفي طمأنينة. التدريب على إيمان في مواجهة الخوف في منتهى الأهمية. عارفين ليه؟ لأن الخوف ليه أضرار فظيعة. ليه أضرار فظيعة؟ خدوا بالكم، لو أم موسى وأبو موسى استسلموا للخوف من فرعون كان حصل إيه؟ كان موسى مات، صح؟ ويمكن هم كانوا ماتوا كمان، لأنه شعب الله يمكن كان كله اتبات. طيب ولو موسى خاف من فرعون كان اللي حصل له؟ كان اتسجن أو اتقتل في مصر برضو. الخوف ليه أضرار كتيرة على حياتنا العامة وعلى حياتنا كمؤمنين. بصوا أنا شارككم في النهاية، أشارككم ب9 أو 10 حاجات الخوف بيعملهم في حياة الإنسان، بس مش عشان نخاف، عشان نعمل إيه؟ نتشجع ونطلب من الرب إيمان جديد، عشان نعرف قد إيه يا أحبائي إن الإيمان مهم في حياتنا في وسط المخاوف. العشر حاجات أنا مش هقولهم وأحكي فيهم كتير، هقولهم نقط سريعة عشان عارف الوقت هيكون قليل. بصوا الخوف هو بوابة إبليس لامتلاك إرادة الإنسان. الإنسان بيفقد إرادته لما بيخاف، خد بالك من النقطة دي. الأمر الثاني، الخوف هو أهم العوائق لتحقيق خطة الله في حياة المؤمن، وده لسه متكلمين عنه في حياة موسى، إنه لو خاف كانت خطة الله في حياة شعب الله كلها هتتغير تماما. الأمر الرابع أو الثالث، الخوف بيجعل الإنسان يفقد سلامه واطمئنانه. المفروض أن المؤمنين يكونوا في عايشين في سلام المسيح، بس مرات بنستغرب بنقول له يا رب إزاي أنت عطتنا سلامك وإحنا مش مستمتعين بالسلام. أقول لك ليه؟ لأنك مرات بتخاف، لأنك مرات بتسلم نفسك للخوف، فبيضيع السلام من قلبك والطمأنينة. الخوف أحبائي بيخلينا نعمل أخطاء مدمرة في حياتنا، ده أمر تاني. شوفوا القصة اللي إحنا كنا بنحكي فيها، أنتوا عارفين ليه فرعون خد قرار أن يقتل الأولاد بالعبرانيين؟ ليه؟ حد يعرف ليه؟ من الخوف، صح؟ لأنه كان خايف. عارفين ليه هيرودس طلب أن يقتل كل أولاد بيت لحم؟ ليه؟ لأنه كان خايف. خد بالك وإنت خايف بتعمل إيه؟ بتاخد قرارات غلط كتيرة في حياتك. الندم اللي في حياتنا من القرارات الخاطئة أحبائي بيكون سببه مرات هو الخوف. عشان كده ربنا بيشجعنا وبيقول لك النهاردة أنا عايز أعمل منك بطل في الإيمان عشان قراراتك تكون سليمة، لأنه كله مربوط ببعض.
إيليا يوم من الأيام طلب الموت لنفسه تحت الرتمة لأنه كان إيه؟ كان خايب برضو. الأمر السادس وده أمر مهم، الخوف بيخلي الإنسان ما يشوفش الحقيقة. الخوف بيخلي الإنسان ما يشوفش الحقيقة مهما كانت واضحة قدامه. ده اللي حصل مع الرب مع التلاميذ على فكرة. فاكرين أنتوا في البحيرة لما برضو كان معاهم موقف صعب في البحر والرب جالهم ماشي على المية، إيه رأيك في المشهد ده؟ ده مشهد رهيب. ده لو واحد شافه المفروض يعمل إيه؟ يعني لو واحدة ست تفضل تزغرط 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 ما تخلص، صح؟ صدقوني لو واحدة مصرية ولا واحدة من إخواتنا العرب الحلوين تفضل تزغرط، ده المسيح ظهر، ده المسيح ظهر. بس التلاميذ عارفين عملوا إيه؟ ظنوه أنه خيال. وبيقول عنهم الكتاب حاجة تصعب على قلب أي واحد، كانوا بيصوتوا، كانوا الرجالة كانوا بيعملوا إيه؟ بيصوتوا. عارفين ليه؟ لأنهم كانوا خايفين. احذر من الخوف لأن الخوف بيخليك ما تشوفش الحقيقة. الأمر اللي بعده، الخوف بيمرض الإنسان. مع أنه كلنا بنعرف الكلام ده، أنه الخوف هو أمر صحي الله حطه جوانا عشان يعمل إيه؟ عشان ينقذنا من الأمراض. ده الوضع الطبيعي، الوضع الصح بتاع الخوف، اللي هو الخوف الطبيعي، انه لما يكون تحصل لك حاجه مثلا، حاجه هتضربك او حاجه تلاقي نفسك كده رجعت او بتعمل في الكهرباء خيانه كده والكهرباء لمستك تروح، ده خوف حلو لان خوف بينقذك. بس الخوف لما بيزيد عن معدلاته الطبيعيه عارفين بيعمل ايه؟ بيمرض الانسان. اسمع، الدراسات بتقول كده انه نسبه 40-60% من الامراض الموجوده في العالم في هذه الايام سببها الخوف والقلق. يعني ملهاش أي مصادر عضوية، لكن بتيجي بسبب الخوف والقلق. الأمر الثامن وهو أمر مهم جدا ونحتاج التدريب عليه برضو، الخوف بيخلي الإنسان أناني. الخوف بيخلي الإنسان إيه؟ أناني. محتاج أدي أمثلة، ممكن أديكم أمثلة كتيرة قوي، بس أكتفي بإبراهيم أبو الإيمان. اللحظات اللي خاف فيها عارفين عمل إيه؟ ضحى بسارة. لما راح مصر وخاف من الفرعون عارفين عمل ايه؟ خدوها منه وقال خلاص ياخدوها ياخدوها مش مهم. يعني ما فيش مشكلة في المسميات، لكن الأنانية أنا عايز أتكلم عن أن الخوف بيخلي الإنسان أناني. مظبوط. يعني ايه؟ يعني بقي أناني. عارف ليه مرات احنا بنشعر بالأنانية؟ لأنه بيكون في خوف وراء الأنانية بتاعتنا. إبراهيم وإسحاق عملوا نفس الأمر. عارفين ليه شاول كان بيحاول مرات كتيرة أن يقتل داود؟ ليه؟ لأنه كان خايف، ومن الخوف، الخوف خلاه أناني. الأمر اللي بعده يمكن 9 أو 10 مش عارف، بس الخوف بيخلي الإنسان بيفقد لطفه وأدبه الاتنين مع بعض. انتوا بتحاولوا تقولوا لي حاجه ولا اوكي؟ الخوف بيخلي الانسان يفقد ادبه ويفقد احترامه للاخرين. ده حصل مع الرب يسوع المسيح والتلاميذ نفسهم على فكره. لما خافوا في السفينه راحوا قالوا له ايه؟ اما يهمك اننا حد برضه يقول للرب يسوع المسيح الكلمتين دول؟ حد يقول للمسيح أما يهمك إن أنا نهلك؟ بس الخوف لما بيسيطر على القلب يخلي الواحد يعمل إيه؟ زي ما بنقول كده بالبلد، يلوش يلوش. أحبائي، عايز بس أشجع نفسي وأشجعكم إن إحنا نختار طريق الإيمان. ده الهدف النهاردة بتاع العظة، إننا نختار الإيمان، لأن الإيمان بيهزم مخاوفنا، لأن الإيمان شيء مهم في حياتنا كمؤمنين، لأنه بيه نقدر نعمل المستحيل، لأنه بالإيمان نقدر نتجنب كل الأمور السلبية اللي احنا قلناها بتاع الخوف دي، ممكن نتجنبها، لأنه لو الإيمان ملأ قلوبنا والخوف اتطرد من جوه قلوبنا نبقى ناس تانية خالص. المؤمن يبقى مختلف تماما لما يكون قلبه مليان بالإيمان. تعجبني قوي كلمات الترنيمة اللي بتقول أنا هغلب ضعفي
ومرضي وإيه؟ وخوفي. شكرا. أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيه؟ بإيماني. وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. إزاي ممكن المجد يجي؟ إزاي العظائم ممكن تيجي؟ عاوز أوصل للحتة دي. إزاي المجد ممكن يجي؟ إزاي العظائم ممكن تيجي؟ إزاي الله يعمل في وسطينا عظائم؟ لما الإيمان يطرد الخوف من حياتنا. إن قلت لي أنا مش خايف، إن قلت لي ما فيش حاجة بتخوفني، أقول لك راجع نفسك، راجع تصرفاتك، وهتشوف إن في حاجات كتيرة في حياتنا أحبائي بنعملها بدون ما نقصد، يمكن حتى بسبب إن الإيمان مش موجود في قلوبنا وإن الخوف مالي قلوبنا. أطلب من الرب إن يملى النهاردة قلوب كنيسته بالإيمان ويطرد كل خوف من فيها. أمور كتيرة، مشاكل كتيرة، تصرفات كتيرة في حياتنا ممكن تتغير بالإيمان. إيمان موسى إيمان حلم، إيمان أبو موسى وإيمان أم موسى إيمان حلم. بس خد بالك الرب كمان عايز إيمانك يكون حلم. مين يقول أمين؟ باسم يسوع. خلونا نصلي. ايه رايك؟ محتاج انه ايمانك يزيد ولا انت مكتفي بالايمان اللي انت فيه؟ ايمان ام موسى وابو موسى فشلوا كل مؤامرات ابليس. خلي بالك ابليس بيتامر على حياتك، ان قبلت ده وما قبلتش ده وبراحتك، بس إبليس بيتآمر على حياتك وعلى حياة أولادك، وبيتآمر على حياة كنيستك، وبيتآمر على حياة البلد اللي أنت عايش فيها، لأنه شرير، لأنه إبليس. بس إحنا عندنا السلاح ليه؟ الإيمان. إيه رأيك؟ هل تتسلح معايا بالإيمان النهاردة؟ هل تحمل معايا النهاردة ترس الإيمان؟ هل تاخدها في روحك كده وتقول له أنا بحمل ترس الإيمان؟ لأنه أنا مستعد أن أنا واجه إبليس وخططه وأفكاره الحياة والأولاد والبلد والكنيسة. عايزين الرب يعمل عظائم يا إخوة في حياتنا، عايزين الرب يصنع عجائب في حياتنا، لازم يكون ترسنا هو ترس الإيمان. أنه كل مؤمن يكون حامل الترس بتاعه ترس الإيمان في مواجهة إبليس، في مواجهة مخاوف إبليس. عايز أبشرك النهاردة أنه مهما كانت ضغوط إبليس أو ذل إبليس، أنه مهما كان ذله كان شعب الله بينمو ويزيد. هللويا في هذا الصباح. لأنه كل مؤامرات ضد كنيسة المسيح وضد أولاد المسيح تفشل في اسم يسوع، وشعب الله يكون دايما في الزيادة وفي النمو وفي الكثرة، وإن أولاد المسيح يكونوا دايماً في الارتفاع، وإن أولاد المسيح وكنيسة المسيح تكون دايماً في الارتفاع وفي الزيادة مهما كان ضغط إبليس. هل ترنم مع المرنم وتقول له أنا هغلب خوفي بإيماني؟ بإيماني. لازم أنت تاخد موقف. اوعى تفكر إن الإيمان حاجة الله هيديها لك غصب عنك، هيشربك غصب عنك الإيمان. أبداً. الإيمان قرار منك أنت. لازم تواجه خوفك، لازم تواجه خوفك وتبدله بالإيمان، لازم تواجهه وتبدله بالإيمان. في محضر ربنا تقدر وانت بقلب متضع بتقول له يا رب أنا جاي لك، أنا إيماني قليل، كبر إيماني، كبر إيماني. صدقني لما تصلي ربنا الصلوة الحلوة دي أختي، لما تصلي ربنا الصلوة الحلوة دي وتقول له كبر إيماني، أنا مش هسيبك في الأيام اللي جاية إلا لما تكبر إيماني فيك. أنا شفت إيمان العظماء، الناس الحلوين دول، هابيل وأخنوق ونوح وسارة، وشفت إيمان أم موسى، ونفسي يبقى عندي نفس الإيمان دوا. ربنا يكبر إيمانك فتبقى شديد، تبقى قوي،
تيجي المخاوف، تيجي الظروف، خطط إبليس، ولا أي حاجة تقدر عليك، لأنه إيمانك في إلهك في حبيبك قوي، لأن إيمانك وفي إيمانك في إلهك وفي قدرة إلهك يخليك تنتصر في اسم يسوع. آمين. مجد للرب. آمين.